يسعد صباحكم عن جديد متابعينا بساعتنا الثانية من مشوارنا الصباحي. صباحك مسك ابتدى، وضيفنا اليوم رح يحكي لنا عن موضوع التجارة، تجارة الألبسة، تجارة التكستيل. رح نحكي بالبداية، كلياتنا بنعرف قديش موقع تركيا هام وحساس ومهم للغاية، يعني دائما غزير في إنتاج، غزير دائما بما يتعلق بموضوع المنسوجات والألبسة بشكل عام. بسرنا نستضيف الأستاذ يوسف سلايا، مؤسس شركة كارولينا. يسعد لي صباحك أستاذ يوسف، أهلا وسهلا. صباحكم فيك. صباحكم مسك، الله يسلمك يا رب ويسعد أوقاتك. أستاذ يوسف، حضرتك مؤسس شركة كارولينا، حابين نعرف المشاهدين والمستمعين، كل مين عم يتابعنا، ما هي شركة كارولينا؟ شركة كارولينا شركة ملابس رياضية، ملابس تجهيز عروس وعدة أصناف أخرى. نعم. شركة كارولينا، نحن بدأنا هون، رح نحكي على تأسيس شركة كارولينا من البدايات. من البداية طبعا بسبب الأزمات اللي في المنطقة. نعم. يعني كان في 2012 عندنا خيارات متعددة للتجارة في تركيا. جميل. فكان اختيار تركيا لأنه تركيا في عالم التكستيل يعني رقم من الأرقام الأولى في عالم التكستيل، ويعني هي ترتيبها الأول في المنطقة والثاني عالميا في صناعة المنسوجات التركية. حتى في وزير التجارة التركي أعلن أنه مرة من المرات أنه في 192 دولة مسجلة في الأمم المتحدة، تركيا عم تصدر ل 195 دولة في العالم، يعني أكثر من الدول اللي أكثر من الدول المسجلة. فأنه الأرضية مهيئة، بلد مهيئ يعني لتجارة الملابس. فنحن لما انطلقنا ولازم انت تساوي دراسه للسوق، فنحن 2012 قررنا نساوي دراسه للسوق. حلو. وشفنا الاماكن اللي متواجده فيها التكستيل اللي هي صناعه الملابس. فلما تبداي في صناعه الملابس لازم تختاري المنطقه، فاسطنبول هي يعني قلب الصناعه في تركيا، وعده مناطق في تركيا فيها مناطق صناعيه يعني قادره على طاب التجار والصناعيين. فنحن من خلال دراسة 2012، في بداية 2013 قررنا افتتاح الشركة. خلص. لكن افتتاح الشركة دائما، افتتاح الشركة أو دراسة المشروع دائما في نقاط ضعف ونقاط قوة. فنقاط الضعف ممكن أنت تقدر تحول هاي النقاط لنقاط قوة دائما. نعم. تماما. فنقاط الضعف، نحن خلينا نحكي عن نقاط الضعف في صناعة الألبسة في تركيا بالنسبة لنا نحن. نعم. كمثلا عرب. فكان من نقاط الضعف انه اللغه. اللغه اول عائق ممكن يكون، عائق ممكن يكون. تمام. يواجه التاجر والصناعي. ايوه بالضبط. اختيار المنطقه. نعم. يعني انت تكون صناعي وتاجر، فانت في مناطق هي بتمثل بس التجاره، تجاره الالبسه. ايوه تمام. فانت بما انه انت صناعي فلازم تختار منطقه تقدر تهيئ فيها هذا المنتج، تهيئ فيها كارولينا، تجهز فيها هذا المنتج. فنحن اخترنا منطقة الزيتون بورنو، والحمد لله فضل الله وتوفيق رب العالمين بدأنا في 2013. طبعا أنت دائما لازم يكون عندك يعني دراسة، قلت لك للسوق. صحيح. دراسة كانت يعني دراسة الحمد لله كانت دراسة جيدة ما شاء الله، ودرسنا طريقة تأسيس الشركات في تركيا كثير كثير، كان شيء مهم. ودرسنا المنافس، المنافس التركي جدا جدا قوي. فأنت لما بتستثمر وتجي على منافس قوي رح يكون يعني عندك صعوبات ومطبات كثيرة، تحديات كبيرة. فالحمد لله رب العالمين قدرت كارولينا تجتاز كثير من هاي التحديات في بداية 2013. وكان اختيار المكان كثير مناسب بحيث أنه اخترنا اسطنبول. حلو. ودائما أنت في عالم الموضة وعالم الإتقان وعالم الإبداع لازم يكون عندك كل يوم جديد وتكون مهيئ للموضه ولعالم الموضه نعم 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 نعم. وفصل الصناعه عن التجاره كثير مهم في بدايه الطريق كان. أيوة. وكثير كان احد اسباب النجاح. جميل. فانت لما بدك تقدم منتج تقدمه باتقان ويكون صنع يديك. تمام. يعني المهنه نحن متوارثين اباء عن اجداد ما شاء الله. تمام. فانت لما بدك تقدم المنتج للتاجر اللي عم تستهدفه لازم تقدمه بجوده. الحديث بيقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. تمام. فأنت إذا أتقنت عملك في البداية وأسسته هذا رح يولد عندك بالمستقبل نجاحات كبيرة. نعم نعم. تمام. فالنجاح هو مو ربح المادي بس، هو صناعة ما تحب. نعم. فأنت إذا أحببت مهنتك
تقدر تبدع فيها. طيب استاذ يوسف، هي بالفعل ما شاء الله هلا حسب ما عم تحكي لنا هي كانت البدايات بالنسبه لشركه كارولينا، البدايات كان فيها بشو متخصصه من البدايات تخصصت بهذا الشيء، ولا لا انتم اضطريتوا لتغيروا مثلا التخصص اللي عم تشتغلوا فيه بما يتعلق بصناعه المنتج؟ هلا نحن بصناعه المنتج بالاساس نحن متخصصين في صناعه البيجامات واطقم المحجبات تمام، وملابس تجهيز العروس يعني تمام يعني. ما بعدنا عن النمط لانه صناعه الملابس هي يعني مثل اي صناعه اخرى فيها اختصاصات، يعني نحن لما بنقول مثلا صناعه الملابس كلمه كثير كبيره، فلما تجي واسع. مجال جدا بحر. واسع ايوه بحر. فلما نحن بنجي على الاختصاص دائما انا دائما بقدم يعني انه مثل ما بقولوا نصيحه لكل انسان انه ابدع فيما تحب، يعني انت اذا كانت هي مهنتك دائما يعني خلي اتقانك وابداعك في مهنتك. فنحن هي المهنه اللي تعلمناها واللي يعني كنا عم نشتغل عليها من بدايه اليوم، وما حبينا انه يعني نتوسع كثير في مجالات تانية لحتى يتم يكون لحتى في إخلاص وإتقان وإبداع أكثر في التخصص بيعطي الإبداع بالفعل تماما. وأستاذ يوسف إذا بدنا نحكي ما شاء الله عن أعداد العاملين جوا عندكم بشركتكم، أكيد مع التقدم بالسنوات كبر وكبر أكثر وأكثر. نعم في البداية يعني كان اختيار الكوادر يعني وشركاء العمل نحن بنقول عليهم كثير يعني شيء مهم وأحد أسباب النجاح. ومن خلال إذاعة مسك إم بوجه كل بوجه تحية شكر لكل العاملين في كارولينا ولكل العملاء التحيات. يعني وبنقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، ونحن كمان إن شاء الله بيكون من نجاح إلى نجاح مع مسك إم ومع كل الفعاليات اللي موجودة في إسطنبول. آمين الله يعطيكم ألف عافية. أكيد الله يعافيك يا رب. ويعني والحمد لله ب 2013 حققنا نجاح جيد وقدرنا نوصل للعملاء، ودائما هو انه توصل للعملاء بالمنتج الصح بالجوده الصحيحه. برافو. هلا رح نحكي على العملاء كيف انه تبحث عن العملاء. تماما هو هذا بوابه كبيره يعني صح. بوابه كثير كبيره، وانت في بلد يعني قلت لك في عندك عوائق كثيره ونقط ضعف ونقط قوه، كيف تقدري تحولي هي النقط الضعف؟ تركيا لوجيستيك او يعني جغرافيا عم تكتسب موقع جدا مهم وجدا جيد. نعم. هلا نحن اللي كنا مثلا عم نخطط له اسواق معينه مثل انه داخل اسطنبول ولا لا خارج بقى خارج تركيا كليا. نحن لما اجينا مثلا كانت الخطه انه نستهدف اسواق معينه. حلو تمام. مثلا السوق العراقي تحيه لاهلنا في العراق، كمان نوجه تحيه. السوق الفلسطيني تحيه لاهلنا في فلسطين، السوق الجزائري، سوق المغرب العربي، السوق الليبي ما شاء الله، يعني كان عندنا استهداف لثلاث او اربع اسواق في المنطقه العربيه، الجاليات العربيه اذا فينا نحكي اسواق العربيه مبدئيا. طبعا طبعا نحن هذا كنا مستهدفين وهذا كنا عم نتطلع له بالصراحه يعني حقيقة. نعم. ما كنا نحن متوقعين انه يكون في عندنا اسواق تانية غير هاي الاسواق مع بدايه العمل في 2013. ايوه جميل. وفعلا مثل ما خططنا ومثل ما حطينا الخطه الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل لهي المناطق ما شاء الله، وقدرنا نوصل بالمنتج لمكان كثير منيح وكثير، رغم انه مرينا في مطبات ومرينا في صعوبات، لكن من هي المطبات بتقدر تصنع نجاح. نعم. وبتقدر تصنع نقط قوه. والحمد لله رب العالمين قلت لك يعني الاتقان دائما بيولد 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 نجاح صحيح على المدى البعيد، وهذا رح يولد معنا نجاح بالمستقبل يعني. بس احنا قلت لك وبحب اقول لكل اللي عم بيسمعونا يعني دائما سر الملابس وسر صناعه الملابس وسر صناعه التكستيل في الاتقان وفي الصدق وفي الامانه، هي يعني الصدق والامانه متواجد متلازم مع كل المهن، يعني لازم يكونوا هدول الهدفين دائما مترافقين الصدق والاتقان. تمام. يعني باي عمل بما يتعلق بشكل خاص بالصناعه. نعم. ام هذا يتعلق ايضا بتجاره الالبسه استاذ يوسف، ولا الصناعة لأنه هي يعني بتعتمد على موضوع الابتكار، الرسومات، التفكير الإبداعي فيما يتعلق بموضوع تصميمات معينة متطلبة بموضوع الألبسة؟ هلا لما أنت بتبدأي بسوق جديد وبتجي على بلد أنه بدك تفتحي منشأة صناعية أو منشأة تجارية، فقلت لك لازم فصل الصناعة عن التجارة، فلما فصلنا الصناعة عن التجارة جزأنا الصناعة لعدة أجزاء ببداية المشروع، رح نرجع لبداية المشروع. جينا نحن عندك قسم التصميم جدا مهم. نحن عندنا هون مثلا التصاميم موسم بموسم، الألوان الجديدة يوميا لازم يكون عندنا بشكل يعني دائم جديد. فعندنا نحن صالة ومتخصصين في التصميم على مدار السنة ما شاء الله، وبنقدر نلبي جميع الاحتياجات يعني المنطقة العربية. جميل تمام؟ جميل ما شاء الله.
القسم الثاني غير التصميم. القسم الثاني غير التصميم هو يعني انه نقدر نطلع القطعه بجوده كثير عاليه من خلال تكون الجوده هي بايدينا. ايوه يعني ما تقدري تصنعي عند حدا او تقدري، فهذا كان كثير عم نعاني في البدايه بصعوبات قدرنا نجتازها من خلال الكوادر اللي اخترناها ومن خلال شركاء العمل في كارولينا. ما شاء الله. دائما يعني قلت لك كان تطلعات كارولينا للاسواق العملاء غير العرب. لهون طلعنا بقى، بلشتوا انتم مثلا توجهوا للسوق التركيه؟ تفاجئنا نحن قلت لك تفاجئنا انه نحن بالاعداد اللي صارت تتواجد الجاليات العربيه اللي صارت هون كانت سوق كثير منيح لنا، وتوجهنا من خلاله للسوق اللي هو ضمن تركيا. حلو. اسواق جيده جدا بالنسبه للتكستيل ورائعه، مثل يعني نبدا باسطنبول، عده مناطق، بشك شهير، كايا شهير، أسانيورت، تشغليان، أسلر، باغجلر، أسواق جدا رائعة، وقدرنا نحقق يعني مثل ما بقولوا نجاح جدا جيد يعني بحسب رؤيتنا يعني ما شاء الله. يعني طبعا ويمكن كثير ناس صارت تعرف كارولينا وصارت تعرف مين هن كارولينا بفضل الله. ما شاء الله. دائما يعني قلت لك يعني بتتفاجئي كل يوم بالاسواق الجديده، بتفاجئك يعني المنطقه اللوجستيك تبع المنطقه والوضع القوي لطريقه الشحن وطريقه التعامل هون يعني فاجأتنا جدا. توافد الجاليات العربيه بسبب الازمات اللي احاطت بالمنطقه 2013 2014 و2012 يعني صار في عنا اسواق جديده ما كنا متوقعينها. نعم. وصارت الطلبات تكثر كثير وصار عندنا يعني العملاء اكثر بكثير. يعني هلا هون معناتها ما شاء الله كتجاره تكستيل طلعنا من موضوع الصناعه، بلشنا نتاجر بالمنتجات اللي عم نصنعها. نعم. بعنا اسواق متعدده، اسواق سواء كانت يعني فيها تمركز للوجود العربي، وايضا هلا الاسواق التركيه، وحتى موضوع التصدير للخارج. هل عم يواجهكم مثلا انتم كشركه متخصصه بموضوع تجاره المنسوجات، هل عم تواجهكم صعوبات بالشحن وخاصه في هذا الزمن، زمن الكورونا، انتشار الوباء، بعض اغلاق للمطارات والاماكن؟ بالعكس تماما. بالعكس تماما. حلو. بالنسبه للشحن واللوجستيك قلت لك تركيا يعني هن متخصصين في اللوجستيك، يعني في الشحن، والشحن عندهم بشكل جدا يعني شركات الشحن تعد شركات شحن الاولى في العالم بالنسبه لتركيا. نعم. وصول المنتج يعني في للدول العربيه ضمن تركيا عم بيكون سريع جدا جدا. نحن بعد ما انطلقنا في اسطنبول قدرنا نصل للمحافظات التركيه، لمعظم مو معظم المحافظات بس محافظات خلينا نقول التواجد العربي اللي فيها مثل يلوى، بورصة. حلو. رح نتوجه للجنوب لانطاكيا، لهتاي، لكلس، لعنتاب، رح نتوجه للوسط لانقره، بعدون رح نتوجه لقيصري والمحافظات مثل قونيا ومثل اضنه، والحمد لله حققنا نجاح كثير كبير. برافو ما شاء الله. بجيد كورونا رح نقول احنا هون حتى ما نطول على المشاهدين ويملوا منا. نعم. ببدايه كورونا مع قدوم يعني الوباء يعني نحن كنا مستعدين ب 2014 2015 دخلنا عالم السوشيال ميديا، يمكن نتطرق لهذا الموضوع. بالفعل هو هذا السؤال اللي هلا جايين عليه، موضوع السوشيال ميديا. قبل هي المرحله نحن كنا عندنا خطه انه نبدا نفتح المراكز خاصه بكارولينا ومحلات خاصه، سلسله محلات، لو انه رح نبدا بمثلا فرعين ثلاثه اربعه باسطنبول، فرع في هتاي، فرع في اضنه، فرع في المحافظات. سلسله بقى، سلسله بسيطه يعني شيء بسيط ومنظم، ونقدم من خلاله هذا المنتج اللي هو كارولينا اللي عم بيرضي كل الاذواق. ما شاء الله. تمام. ف نحن هون نعم بدانا في الموضوع وحطينا الدراسه وصرنا نعمل دراسه جديه للموضوع، ولكن يعني شفنا انه بعد فتره انه اجت كورونا والضغط وبلشنا ناخذ اجراءات ثانيه، بلشنا ناخذ اجراءات ثانيه وكذا، راح تكون مع تتواكب مع السوشيال ميديا. أيوة. اللي بدانا فيها في 2014 2015 وحتى قبل يعني كان في خطه، ولكن بدأنا فيها ب 2014 و2015 والحمد لله حققنا نجاح كثير كبير في السوشيال ميديا. حلو. هو صراحة حابين نختم استاذ يوسف بسؤالنا الختامي، هو الشجر الالكترونية اللي لها علاقة بالمتاجر يمكن الالكترونية او التجارة الالكترونية في شركة كارولينا، نحكي شوي هيك ولو باختصار عن هذا الجانب. هلا يعني يمكن السوشيال ميديا اللي هو قبل الشجرة الالكترونية، لما بدأنا في السوشيال ميديا
من خلال الفيسبوك وانستغرام وتليجرام ومواقع التواصل الاجتماعي. نعم. الحمد لله رب العالمين حققنا نجاح الى حد معين، نحن بنظرنا كثير منيح وكثير جيد. حلو. وانطلقنا من بعدها انه السوق التركي عم بتهيئ لك برامج وعم تهيئ لك يعني شركات عم بتروج هذا المنتج. حلو. فتعاملنا مع شركات مثل ترينديو والهبسي برضا وقدرنا المتاجر الالكترونيه وقدرنا نعم. نحقق مبيعات جيده من خلال هاي البرامج الالكترونيه كثير كثير الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وجوده المنتج وثقه العملاء فينا الحمد لله الكبيره، يعني عم بيصير عندك انت يعني طلب كبير. اللي فاجأنا في تركيا، رح نرجع خطوه لورا ونرجع نكمل فيها. فاجأنا في تركيا قلت لك اللوجستيك نعم. وقوه الشحن وقوه كذا. نعم. مع انتشار الجاليات العربيه في اوروبا وامريكا وكندا بسبب الازمات اللي صارت في المنطقه، تولد عندنا سوق جديده اللي هو السوق الاوروبي. يعني ما شاء الله. السوق الاوروبي يعني الجاليات العربيه، نحن ما عم نستهدف الجاليات العربيه في اوروبا، توزع اكثر. نعم. في طيب المانيا موضوع الشجره الالكترونيه، لو بس بنعرج عليه شوي، اللي بتقصد فيه شو بتقصد فيه الشجرة الإلكترونية؟ أيوة. الشجرة الإلكترونية حابب تحكي عنه. فكرة الشجرة الإلكترونية اجت في السنة الأخيرة. نعم. من بعد ما حققنا النجاح الحمد لله في الجاليات العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وهون. حلو. كتير حققنا نجاح وصارت تنطلب مننا منتجات ما هي صناعتنا، ولكن يعني منتجات ذات جودة عالية. تمام. فنحن لجأنا للأصدقاء والمعارف، وحسب خبرتنا الطويلة في السوق التركية الحمد لله نحن متواجدين من سنة 2000-2001. نعم. من خلال المعارض ومن خلال زيارة المعارض والدعوات اللي كانت تجينا ومن خلال تجارة الأقمشة، و2012 بدأنا مثل ما قلت لك في تركيا. ولكن اجت فكرة الشجرة الإلكترونية مع نجاحنا الكبير الحمد لله في السوشيال ميديا وفي هبسي برودا وفي المنتج وتوصيل المنتجات. الشجرة الإلكترونية هي نعم خدمة لأصحاب الفعاليات اللي حابين يوصلوا منتجهم من خلال مواقعهم، يعني اللي عندهم مواقع إلكترونية وحابين يصلوا بمواقعهم الإلكترونية للأسواق العربية والأسواق العالمية من خلال كارولينا. ما شاء الله، جميلة هاي الفكرة. الشجرة الإلكترونية اجت لتكمل مع كارولينا الطريق. والحمد لله بدأنا في الشجرة الإلكترونية العام الماضي، وكان معكم احد الشركاء معنا في الشركه في الشجره الالكترونيه. والحمد لله حصلنا على جائزه المركز الاول ما شاء الله. و15 4 او 1 5 باذن الله راح نعلن عنها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، راح تكون الانطلاقه بالشجره الالكترونيه اللي هي راح تكمل مسيره مع كاروينا خطوة بخطوة. ما شاء الله ما شاء الله أستاذ يوسف، بالفعل موضوع مهم، ويعني يعني واضح النجاحات بهذا السياق سواء تجارة أو صناعة المنسوجات التركية ومن خلال شركة كارولينا. بدي أشكرك الأستاذ يوسف سلاية، مؤسس شركة كارولينا، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات، ونتمناكم أكيد مزيد من التوفيق. الله يكرمك والله يخليكي، ودائما من نجاح لنجاح مسك اف ام، ونتمنى التوفيق لأصحاب الفعاليات. أمين. كامله في اسطنبول. نعم. ومن لكم صباحكم مسك مره ثانيه، ونصيحه مننا اخيره كلمه بنختم فيها، حافظ على الاتقان، حافظ على الجوده. جميل. في مهنه التكستيل، لانه هي مهنه الابداع. نعم. واذا يعني اذا احببت التكستيل فيعني انت راح تنجح كثير وراح تكون مبدع كثير. يعني ان شاء الله اكيد نتمنى لك مزيد من التوفيق استاذ يوسف. متابعينا وصلنا لختام فقرتنا يلي هي كانت عم تحكي عن المنسوجات التركيه وشركه كارولينا. فاصل اعلاني قصير.